طيب شكل اليوم بعد الأمر، شكل اليوم بعد مع زوجي أو مع أولادي أو مع بيتي، وعبادتي إزاي؟ صلى أذن المغرب، بعد ما يأذن المغرب أعمل إيه؟ أقوم جاية أي للدعاء، وقاعدة بالأولاد وأقول لهم الدعاء، وبعد ما أقول الدعاء مع أولادي دعاء الإفطار أقوم جاية مصلين المغرب جماعة ورايحين فطرانين، وبعدين تفطروا وبعدين نعمل نقوم جايين ايه مصلين ركعتين السنة. اللي عايزين يصلوا ما بين المغرب والعشاء حلو وجميل، اللي عايزين يخلوا بعديها ان هو ما يبقاش في امر يعني يأجلوها لبعد صلاة العشاء خير وبركة، بنصلي العشاء جماعة وصلي اربع ركعتين في ركعتين. انا تصلي باولادك لو ما معكيش راجل او معكيش ابن، وتصلي ببناتك او اولادك الصغيرين، ولو في ابن كبير او زوج يصلي بيكم، ونبتدي نقسم بقى 1000 صلاه على الرسول عليه السلام يلا، وبعدين استغفار 1000، وجد الاولاد السبح او السبحه الرقميه يلا يا اولاد نطلع، طب الصدقه ايه؟ قول كلمه طيبه، انا معيش فلوس ادفع صدقه، طب قول كلمه طيبه، طب قوم ساعد امك صدقه، التبسم في وجه اخيك صدقه، علمهم الكلام ده. هي كمان من الطاعات، عايزين ندعي كل واحد يدعي ونعلم اولادك يدعوا. انا اعرف يعني اولاد 3 سنين واربع سنين واهاليهم معلمينهم الدعاء ولسانهم مكسر جدا، لكن يدعوا. طيب وكملي كده يا بنتي لحد ما ياذن خلاص السحور، ان ونيه اطعام بقى ونيه بقى ان يلا السحور بركه والكلام ده والسحر، ودي اخر ربع ساعه عودي تبتلي، عودي مع نفسك كده مع الله، طب يا رب ان كانت ليله اسالك عفو كريم تحب العفو اعف عنا يا رب، اعف عنا يا رب، اكرمنا يا رب، اعتق رقبتنا، اقسمنا عليك يا رب ما تعدي الليله دي الا وكون غفرت لنا واديتنا يا رب وكرمتنا واعطتنا. ادعي 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 الدعاء مستجاب يا ستي، لو ما وافقتش ليلة قدر هتوافق السحر والله عز وجل في سماء الدنيا، يعني انت كده كده كسبان. لكن في حاجات انا عايزة احذركم فيها في العشر، 3 امور في العشر احذري عقبة الامة كلها بسبب خصومة رجلين. كان ممكن انك تلاحى رجلان فالنبي عليه السلام نسي ليلة الرجل فالتمسوها في العشر، انا كنت طالع اقول لكم فانساها بسبب ان رجلين بيتخانقوا، فاحذر الخناقات قلليها، احذر المشاحنات بين الاولاد وبينك وبين زوجك على قدر المستطاع، لان سبب رفع الخير زي ما قال في حديث عباده بن الصام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ليله القدر فتلاحى يتخاصم وتنازع رجلان من المسلمين، فقال خرجت لاخبركم بليله القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، خلاص نسيها او نسيها، عسى ان يكون خيرا لكم. ليه؟ عشان نجتهد في العباده. فالتمسوها بقى في 9 و7 و5 حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى شؤم الخصام وشؤم المنازعات والتنازع والخناقات والكلام ده رفع الخير، اوعي وان يختفي عنك الخير، اوعي اوعي ما تستجيبيش، واسمعي كده قولي حاضر ونعم وطيب وعدي العشرة زي ما انت عايز. تاني حاجة بحذركم فيها في العشر، احذروا الغفلة يا جماعة، بلاش الغفلة في الأيام دي، فمن حرمها من حرم ليلة القدر فهو محروم، يعني دايما احرصي عن الخير. احذروا كمان التهاون في الأمر، يعني لو جه الوقت بتاع العبادة وانت استسهل العبد في الامر واستسن وتهاون كده، ثبته الله واقعده، رضيتم بالقعود اول مره فقال اقعدوا مع القاعدين او فاقعدوا مع الخالفين، ربنا لا يجعلنا منهم ويجعلنا من الذين يعني استجابوا لله والرسول اذا دعاهم لما يحييهم، ودي دي حياه القلوب ودي حياه الاخره، فبلاش لغو بلاش كتر كلام، اشغلي نفسك بالذكر والتسبيح، اشغلي نفسك لو انت بتشتغلي او لو انت بره البيت او لو انت بتعملي مع اولادك، احملي نفسك بالذكر وان دايما تدعي 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 تدعي، والباقي بقيت عباده وصلاه وقيام وقراءه قران. واصبري واشرطي على نفسك يا بنتي العشر ايام دول عشان نفوز بثواب الليله المباركه ليله القدر.